بقى هرجع لك في الحتة النفسية، بس عايزة أسأل في الحتة الدينية الأول يا هند بعد اتفضلي. إذنك. معنا الشيخ ياسر عبد المنعم، كبير أئمة بوزارة الأوقاف. سلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. الحمد لله. وحضرتك طيب وبخير. أنا عايزة قبل ما أسألك على الولاية والحاجات دي، أنا أسألك سؤال بسيط جدا، إنه بشوف فيه أمهات كتير جدا ممكن يشوفوا إنه ده ابتلاء عظيم من ربنا والحمد لله على كل شيء، بس هل زي ما الأم كتبت في حاجة اسمها إنه الأطفال دول بيبقى رفع عنهم الألم، ما بيتحاسبوش لو حد من ذوي الهمم أو إدراكه قليل يا مولانا؟ هم أولياء الله سبحانه وتعالى، هم دول ما بيعملوا سيئات، دول ما تعتبروا أولياء سبحانك. طب هل هم فعلا يا شيخنا بيدخلونا الجنة؟ نعم. يعني ده يبني الأهل وبيت في الجنة؟ طبعا يا فندم، ده بتأخذ بيدها ويدخل بأبيه الله. وأمه الجنة. يعني بيأخذ بيد أبيه وبيد أمه ويدخل بهم الجنة. الصحابة زمان كانوا بيتمنوا إن أولادهم يموتوا أو أولادهم يكون فيهم شيء يصبرهم. وبشر الصابرين. الله. وبشر الصابرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. دي بشرة ربنا. طبعا. وبشر الصابرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. بس أنا عايز الحركة سؤال بقى. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا. فهي من الصابرين وهي من الذين تتحمل على نفسها. اللي أول ما تصيبهم أي مصيبة بيقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. بس أنا هسأل حضرتك حاجة يا مولانا. هو بياخد الأب والأم. هو بياخد الأب والأم الجنة. طب الأم ربت وتعبت وشقيت، هل الأب اللي ما عملش ولا حاجة ده يخش الجنة؟ ده سؤال. يعني الجنة دي بتاعت ربنا، بس أنا عايز أعرف هل أنت بعد ما رميت هتاخد ثوابك زيي؟ ما أنا أكيد هبقى غيران. هو اللي بياخد، اللي هو تحمل، اللي هو تعب، اللي هو تحمل المشقة، اللي هو ولن يوفي دينها. يعني دينها ده كله اللي هو اللي تعبته ده كله، لما واحد شال امه في العمره كلها قالوا برضو ما اديتهاش ربع حقها. طبعا ده شالها على 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 كتافه وطلع جبل عرفه وطاف وسعى وشالها لحد ما خلص كل مناسك الحج، وقال له يا رسول الله يعني انا كده اديتها حقها؟ قال لا، لم تؤدي حقها. سبحانك. طب يا مولانا هسالك على حاجه. هو سؤال برضو، يعني أنا كنت لسه برضو بقوله دكتور هند معانا، هو إحنا ربنا مكننا مكانة على قد ما هي جميلة جدا صعبة جدا، ربنا بيحاسبنا على كل كلمة بتطلع مننا لأنها طلقة والناس ممكن تمشي وراك. أنا هسأل على حق الولاية، وهل يا شيخنا لو أنا قلت إن الأب ده يروح، يعني إنه بنته تروح له، أو لو أنا قلت لها لا ما تروحيلوش، ده يبقى حرام عليا الولاية؟ هي مش عايزه، هي مش عايزه ان البنت تتربى مع اب زي ده، لانه من وجهه نظرها ومن اللي احنا قريناه من طرف واحد انه يعني ضحى بيهم وسابهم ولا يصلح لتربيه بنت تدخله الجنه. نعم. فاحنا لو قلنا لها لا ما تدي، يعني احنا مش عايزينها تعيش مع ابوها لو ما حرام، لان دي صله ارحام. ده حرام ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا ان احنا نواصلهم حتى ولو كانوا كفره. صح ولا مش صح يا دكتورة؟ صح. طيب فما بالك ده أب مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واحد وقال له إن أمي سيئة الخلق. قال لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. قال لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين كاملين. طبعا. بس يا مولانا انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، على قد ما هي بتتعب البنت دلوقتي مش في ادراكها الطبيعي، يعني هي مش زيها زي الاطفال او زي الانسات اللي في السن ده، فاحنا لازم ناخد بدلها القرار ونحط نفسنا مكانها قبلها بمليون مره. يعني كانت لسه الدكتور بتقول هل البنت تروح تعيش مع مرات اب مع اخوات مش شقه، يبقى معاها الفلوس ففيها الطمع، فمع اب رماها من وهي صغيره ودلوقتي عندها 23 سنه، هل يا مولانا انا لو قلت لا الدار تبقى اولى برعايه البنت يبقى ده حرام علينا يا مولانا؟ لا مش حرام عليها، بس لازم تتجنب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه ان من علامات المنافق اذا خاصم فجر. طبعا. بقى مش عاوزين يعني احنا اتطلقنا وكل واحد راح في حاله، ما نظلمش بعض. صح. ان يبقى في فجور وفي المعامله السيئه دي، وانه ما بيسالش الفضل بينكم.
ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى. ريحتني ضميري يا مولانا ونورتني وعلى راسي والله يسعدك ويرضيك يا مولانا. كل من ساعة يعني ما ينفعش ان احنا نستخدم الاولاد كآلة او اداه نحارب بها بعض. طبعا احنا طلعنا كل واحد راح لحاله. ربنا بيقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم، وقت يقول لك ما فيش فضل. صح. ما فيش اي حاجه. بس ما ينفعش ان احنا نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ده عشان هي اذا خاصم فجر. ما طبعا. ينفعش اذا تخاصم ده هو عمل الثلاثه يا مولانا. هو يعني كذب على الست لما اتجوزها وقال ان هو المفروض يبقى راجل ويشيل المسؤوليه، وخاصم وفجر فعلا واتمنته على نفسها وخان. ده هو المنافق. بص اقول لحضرتك الحاجة، احنا اتعلمنا من النبي ان ما تعاملش الناس باخلاقها، نعامل الناس باخلاقنا احنا. هو انت يا مولانا قصدك فجورها هي مش فجور هو في خصام؟ يا سيدتي الفاضله، يوم القيامه يوم القيامه الناس لو تعرف الدنيا ديت، الدنيا دي بسيطه جدا. يوم القيامه في ناس بتطلع من القبور على طول على الجنه، على الدنيا. دول مين بقى يا مولانا؟ اللي هم العافون عن الناس. ايوه، وانا اعفو في 23 سنه قهر وفقر وظلم وشايفه عيالي قدامي. ده احنا بنعتمر عشان يعني عشان ام كانت عايزه تجيب ميه لابنها، ما بالك بقى انا معيش حق الدواء يا مولانا تقول لي انا اللي فيا فجور في الخصام؟ لان انا عاوز الاخره. هي عاشت 23 سنه لبنتي ولا اتجوزت ولا شفت عيال تانية زي ما هو عمل. يعني بصي، هي تجعل حياتها مقرصه لحاجتين، ان هي لحد اخر نفس في حياتها تحافظ على هذه البنت. تاني حاجه تمس العفو والجنه والمغفره من الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. بقول لحضرتك هي هتعفو، انا احط نفسي مكانها. نعم. انا هعفو، بس انا ما اضمنش ان بنتي تعيش حياه كريمه في بيت مع اب زي ده يا مولانا. ومن قال لها تاخده توديه العيش؟ ما تودهوش العيش هناك. طب عايزني ان انا اعفو ليه يا مولانا؟ هي حر في مالها، تعمل ايه عاوزاه؟ عايزني اعفو ليه وانا بيني وبين الله؟ تعفو بينك وبين الله. وكلته هي اكيد بتحاسب في كل يوم. وبين ابوها حتى ولو كانت من زياده الاحتياجات الخاصه. يعني ما تسوقش العلاقه، ما تقطعش، ما تكونش. بس انا عايز اعرف ليه يا مولانا ان الشرع ادالهم هم صله الارحام ديت لها عذاب والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قالوا في الكتاب وقالوا في السنه. انا دلوقتي انا اعمل اللي عليا، انا اهم حاجه عندي مش اهم حاجه عند ربنا. طبعا انا مالي نرضي ربنا، هو شايف هو مطلع وهو عارف. واحد مش كويس او واحد، بص حضرتك ابن مسعود قال رضي الله عنه: يؤخذ بيد العبد والأمى يوم القيامه فينادي منادي. الأمى يعني المراه. الأمى ايوه العبد. على رؤوس الاولين والاخرين: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فلياتي الى حقه. فتفرح المراه. الله. تفرح المراه ان يكون لها الحق على ابيها او على ابنها او على اخيها او على زوجها. ثم قرا ابن مسعود: فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله يا مولانا. هي تعمل لله، اعملي لله، عيشي حياتك لله. اما هذا الاخ او هذا الرجل، يا سيدتي الفاضله انا من خلال منبر حضرتك انا بشكر وزاره التضامن. طبعا. لان هذه اصبحت ظاهره. والوزيره الجميله مدام نيفين قباش، جميله جميله على رعايتها للاطفال. المسؤوليه على المراه. طب انت كده بتعرض زوجتك للفتنه، الزوج بيظلم المراه وما بيديهاش حقها. عاملين شغل محترم وشغل جميل وزاره التضامن والاجتماعي والشؤون الاجتماعيه، الله يكون في عونها. والله العظيم. يعني وانا كنت معاها وشفتها بنفسي، وكل حفله بقدمها وهي موجوده انا بقعد اشكرها قد كده على صفاء قلبها، وتشوفها يا مولانا وهي بتبكي والاطفال اللي بتبقى معاهم او الايتام او. ففعلا يا رب يفتحوا دور زي دي في يوم من الايام. وبشكرك جدا ونورتني.